من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. المساء الأول من مساء الوثبة في هذا المهرجان الكبير، مساء التجمعات الخليجية، ها هنا في الوثبة، والخير دائما في هذا الميدان بكل قوة وبلون جميل ورائع. مباشرة مع تعداد الأسماء الأولى المحلقة والمركز الأول، إنها شواهين عتيقة بن مطر القبيسي مع المركز الأول. المركز الثاني هذا الشعار البرتقالي الرائع والمميز الذي دائما يشارك مشاركة رائعة ومميزة، إنها الفدى محمد بن صالح بن محمد بن محسن الرزق، ضيف عزيز من المملكة العربية السعودية الشقيقة. بينما بدوري أنتقل إلى المركز الثالث، إنها ضحى الله يا بن خاتم محمد بن خاتم بن محمد الشامسي مع المركز الثالث. بينما الشهامة لراعي الشهامة هو ومنطلقة بكل قوة، غصابة بن مصبح راعي الطيره العامري مع رابع الأسماء. الدور دور المركز الخامس، الوصول من رياسة الله الله الله، خلف بن خميس القريني مع المركز الآن الخامس مع هذا الاسم الكبير. بينما بدوري أنتقل إلى المركز السادس، الوصول من الزاوية الأخرى وضحة أخرى، علي بن سالم بن عبيد بو ظفيره العامري الواصل والمنطلق مع هذه الأسماء. وصلت معركة عبيد بن محمد بن عبيد المزروعي مع المركز السادس. المركز السابع الوصول أيضا من قبل الشاهنية، سهيلة بن مسلب بن قنزول العامري مع المركز الآن السابع. المركز الثامن المسك سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي مع المسك، والوصول أيضا من الشاهنية، سهيلة بن مسلم بن قنزول العامري على المركز التاسع وعلى المركز العاشر. إنه اسم كبير، إنها راهية، راشد بن مغير بن سالم بن حارب العميمي مع الناموسي ومع المركز العاشر. هذا هو النداء أيها الأخوة للمراكز الأولى المتقدمة. أعود يا بن مي، أعود، أعود إلى الصدارة، أعود، أعود إلى المركز الأول. الله الله يا راعي الطيرة، الله الله يا الشهامة، الله يا الشهامة، قد حان موعد الإقلاع. الكيلو المتر النهائي، الكيلو ما بعده إلا الناموس، الكيلو ما بعده إلا الذهب، الكيلو ما بعده إلا الزعفران، الكيلو ما بعده إلا القلم الذهبي لكي يدون اسمك بحروف من ذهب ما شاء الله في هذا المهرجان، في هذا الخير، في هذا الحضور الرسمي الكبير. المقدمة والصدارة، إنها الشهامة، إنها الشهامة، إنها الشهامة، اسم وطني كبير تحمله الشهامة. وحافظي يا أيتها الشهامة على هذا المستوى، على هذا الأداء رغم الضغوطات القادمة من قبل المسك. الشهامة غصاب بن مصبح راعي الطيره العامري، الخمسمائة متر النهائية، كيلو الناموس أين يذهب؟ السلامات أين تذهب؟ التحية أين تذهب؟ يا سلام، الشهامة، المسك، الشهامة، المسك، الشهامة، المسك، ما شاء الله. وشوف القدوم، ولكن بكون ها هنا مع 300 متر النهائية، المسك، المسك، ما شاء الله، بالرشيد، بالرشيد مع المسك، والشهامة، والشهامة، الشهامة، دبي، جميرة تنادي مع القوة، المسك ما شاء الله، سعيد بن خليفة بالرشيد السويدي، مساك فل، مساك مسك، مساك زعفران، مساك ناموس، مساء الخير على هذا الفوز المستحق. هذه هي المسك مع سعيد بن خليفة بن رشيد. المركز الثاني الشهامة غصام صبح العطير العامري. المركز الثالث الوصول للمعركة عبيد بن محمد بن عبيد المزروعي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع إنها الفهد محمد بن صالح بن محمد بن محسن الرزق. وفي المركز الخامس صدارة عبد الله بن يافور المنصوري.
قوة وتحدي وإثارة، ولكن المسك هي من ختمت مسك هذا الشوط. لصالح التهنئة للسيد سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي على هذا الفوز المستحق. هذه لحظات الوصول عبر الشاشات الناقلة والراصدة لهذا الحدث. 5:56 وفاء وتماما وكمالا، وكذلك التوقيت الأفضل. بينما المركز الثاني اللي قدمت عروض رائعة توقيتها الزمني 5:56، 6 أجزاء المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث طبعا الثاني من نصيب الشام قصام صبح العطير العامري، توقيت المركز الثالث 5:57، 8 أجزاء من الثواني. التهنية والناموس ذهبت إلى مالك معركة عبيد بن محمد بن عبيد المزروعي مع معركة من معارك التحدي والإثارة. ياسر العطوي فليتفضل مشكورا.